بدنا أبو شمسية، هل خرج بدوره هذا النص من الاتفاق أم أن كلمة نتنياهو كانت شاملة تحمل رسائلها السياسية إلى الداخل وبالتبعية تحمل رسائلها الخارجية إلى من يهمه الأمر؟ منذ أيام تامر وهنالك مسودة لهذا الاتفاق، ولكن اليوم نشرتها إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهنالك العديد من البنود التي تحدث فيها الجانب الإسرائيلي برهانات وضمانات أمريكية كما ذكر بنيامين نتنياهو. ولكن أهم هذه البنود تتمثل بالتزام الطرفين، وأقصد بذلك الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني، بتنفيذ أو استئناف تنفيذ القرار 1701 والذي يضمن إبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني. وكذلك الحال وفق هذا الاتفاق سيتم انسحاب كافة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار 60 يوما، وستنتشر القوات اللبنانية وقوات اليونيفيل عند المناطق الحدودية مع شمال إسرائيل كما ذكر هذا البيان. وكذلك الحال لن يكون هنالك منطقة عازلة، وهذه نقطة لافتة مهمة، أي أن هنالك تراجع إسرائيلي في هذه النقطة تحديدا، ولن يتم عدم تسليح حزب الله، أي أنه لم يكن هنالك بند يخص هذه الجزئية، ولم يتم الحديث عن سحب سلاح حزب الله. ولكن هذا الاتفاق تطرق إلى الحديث عن إعادة بناء قدرات حزب الله العسكرية والصاروخية وإعادة التسليح، وبأن يكون هنالك ضمانات إلى عدم إدخال السلاح إلى حزب الله، وأن يكون أي صفقات تتعلق في الأسلحة تتم عن طريق الجانب اللبناني الرسمي، أي عن طريق الحكومة اللبنانية، عن طريق الجيش اللبناني. كذلك الحال سيتم عودة النازحين من قرى مختلفة في لبنان إلى الجنوب اللبناني وحتى إلى آخر منزل عند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عند الحدود الشمالية، وأقصد في ذلك أي لن يكون هنالك منطقة عازلة آمنة كما كان يروج جيش الاحتلال الإسرائيلي، أي سيكون هنالك إعادة لكافة النازحين في القرى الجنوبية التي توغل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. كذلك الحال سيكون هنالك لجنة للإشراف على التزام الطرفين في هذه البنود، وسيتم إحالة الشكاوي من الجانبين إلى هذه اللجنة التي تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية وتضم بريطانيا وفرنسا وكذلك تضم لبنان. وضمن هذا الاتفاق حرية الحركة كما تستخدمها إسرائيل مصطلحا واصطلاحا، ولكن يتم هنالك اللعب في هذه المصطلحات وفق ما صدر من بنيامين نتنياهو خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي أدلى فيه في أثناء سنتحدث وفي خضم عن هذه المصطلحات التي أشرت إليها، ما هي ومهي دلالتها وما هي رسائلها التي أشرت إليها؟ سنعود بعد قليل.